لابد أن أشير إلى هذا العاجل الذي كشفت عنه وزارة الخارجية الأوكرانية قبل قليل لاحتجاجها على دولة المجر بسبب استعمال دفع بالروبل لأول شحنة للوقود النووي التي تسلمت المجر اليوم من روسيا جوا بعد موافقة ثلاث دول، نتحدث عن بيلاروسيا وبولندا وسلوفاكيا نهاية بالمجر. هذا الأمر بدأت كرة الثلج تكبر بين المجر وأوكرانيا من جهة، وبين المجر والاتحاد الأوروبي، كأن روسيا استطاعت أن تخترق وحدة الاتحاد الأوروبي بعدما استطاعت على الأقل التعامل بشكل مباشر مع إحدى دول الاتحاد الأوروبي، نتحدث عن دولة المجر. عودة إلى سؤالك، الوضع هنا حاليا يتجه في اتجاهين: اتجاه البحث الجنائي لما تسميه كييف بالجرائم الحرب للقوات الروسية ضد المدنيين في أوكرانيا، والشق الثاني الاستمرار المعارك في الشرق الأوكراني وكذلك في الجنوب الأوكراني، نتحدث عن لوهانسك وعن دونياسك وعن محاولة القوات الروسية السيطرة على مدينة على محيط مدينة دونياسك، خاصة تراماتورسك التي توجد خارج على بعد تقريبا 80 كيلومتر من دونياسك، معارك أخرى بمحيط مدينة ماريوبول، وبالتالي تحاول القوات الروسية السيطرة الكاملة على الجنوب الأوكراني من الشرق حيث الحدود من جهة، مع الانفصاليين الموالين لروسيا ومن أعلنوا على ما سموه بجمهوريتي دونياسك ولوهانسك، وحدود أخرى مع روسيا مباشرة في اتجاه أوديسا، أوديسا التي توجد في الجنوب الغربي والتي تحاول القوات الروسية السيطرة عليها منذ بداية الحرب قبل ستة أسابيع من الآن. وبالتالي الصواريخ التي استهدفت قبل أيام محيط مدينة لفيف هنا كانت قد أطلقها سلاح الجو الروسي من محيط مدينة أوديسا. صفارات الإنذار دوت هنا للمرة الثالثة هذا الصباح، لكن الحياة ظلت على طبيعتها، كأن المواطنون هنا عند هذه النقطة على صفارات الإنذار. محمد